إيه؟ مرحبا. أنتِ ما رحتي على الاجتماع؟ شو لغيتو؟ لا، ما التغى ولا شي. عمي عمران راح بدالي. ليش ما خبركن؟ ما عم بفهم. يعني رفيف وعمران راحوا مع بعض؟ إيه والله. أمي، سمعتي شو صاير؟ قال راحوا مع بعضهم على الاجتماع. قليلي شو عامل بحالي هلا؟ أنتي لازم تتصرفي فورا. وأنا شو فيني أعمل بنتي؟ ما شايفة حالتي، ما عاد أعرف على مين فيكم بدي دافع، ولا عاد فهمت شي. خير ستي، أنتي ليش عم تبكي؟ صاير شي اليوم؟ يعقوب، لا تحكي ولا كلمة. شكراً. يعقوب، شو بك يعقوب؟ حبيبي شو عملت لك؟ كيف بتقول اني ضحكت عليك؟ كلكم ضحكتوا علي، كلكم كنتوا عم تشتغلوا من وراي، بس هلأ خلص ما عاد حدا رح يقدر يخدعني لأني عرفت كل شي، كل شي. يعقوب، يعقوب، لا تلحقيني، احكيني بحالي. يعقوب وقف، شو بك هذا؟ شوي استنى شوي. بعدي هيك الله هدا حبيبي. احكي لشوف، احكي يا نعمة يا رقان، مين هي امي؟ وينها؟ فهميني اي شيء، امي عايشة شيء؟ احكي. يعقوب صح، انت مو ابن بطني. بس حبيتك مثل كل ولادي. قلت لك كنت لساتك باللفة لما ابوك جابك لعندي، حطيتك بحضني. أنا طعميتك وحفظتك بإيدي، وقت تمرض أسهر طول الليل جنبك. حبيتك من قلبي، ما فرقت بينك وبين ولادي أبدا. تركيني من هالحكي الفاضي، مو مهم. لا تقول هيك، تقبرني لا تقول هيك وتجرحني يا ابني. بس أنا مالي ابنك، عمران هو ابنك، وهيك كنت تعامليه، فحاجة تكسبي وبلا ما تصغري بعيني أكتر. اهدى شوي يعقوب، بترجاك تهدى، مو أنت اللي بعرفه. كمان أنت كنت بتعرفي حنان؟ لك حتى ديما كانت بتعرف، وأنا مثل الأهبل. وأنت مريم كنت بتعرفي ما؟ لا أبدا. ماني مصدق حدا فيكن، كلكن كذابين. يعقوب بعدي هيك. أمي، أمي صار لك شي؟ قوم خليني فوتك لجوا. سامع يا زياد، بترجاك قوم على حيلك بقى وفهمن اني بريئة. وقف وخليك فوق راسنا ولمشى منا من جديد بعد ما فرقتنا. بوس ايدك يا زياد، قوم بقى قوم. رح نمشي كتير لسه؟ ليش شو بدك أحلى من هيك؟ استمتع بهالمكان أحسن ما تحسبي الوقت على الفاضي، مو مزبوط؟ عمران، قلت لي عندك حكي كتير. هاي ليكنا عم نتمشى وأنا عم بسمعك، شو ناطر لتحكي؟ رد بقى يا عمران، رد. رد عليها عمران، هي بالآخر مرتك، رد.
أو عم يفصل لي. مو مشكلة فصل لي، بس أنا بأرجيكم. تفضلي، أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين. هدول شغل إيد؟ إيه. رح آخذ هي. قديش سعرها؟ 50. رفيف، رفيف، خلصنا بقى. ما كنتي بدك تسمعيني؟ بس في غيري عمران، انت بحياتك عندك مين تحكي له ويسمعك للآخر؟ انت ليش لحقتني هلأ؟ مرتك اتصلت ومشتقت لك، كنت حاكيه وخذوا راحتكم. تفضل. شكرا لك. شكرا لك. ولك آخ منك، ما بتتغيري. شوفي، رفيف وعمران راحوا مع بعض على أنقرة. انت عندك خبر؟ انت شو عم تحكي ديما؟ شو دخلوا عمران؟ رفيف سافرت مع حنان. انت خليك نايم، حنان بالبيت وهي قالت لي انه سافروا مع بعض. هلا فرجيني شو رح تعمل. بتحاكيها وبتروح على أنقرة، المهم تتصرف. لاقي مرتك وخذها وطلعوا من حياتنا بقى. معقول اللي سمعته؟ الله يلعن هالحكي. ليش هيك؟ ليش ما خبرتني؟ سلطانة! ليش جانن هذا كمان؟ شو بيعرفني؟ الله يجعله خير إن شاء الله. سلطانة! رفيف وعمران راحوا مع بعض على أنقرة، تعرفي مو؟ مو مع عمران، هي راحت مع حنان. ليكي لا تكذبي علي وتجنينيني، هنن هلأ مع بعض هنيك. والله أنا ما كنت بعرف هالشي يا محمود. أنت كنتي بتعرفي؟ والله العظيم ما كنت بعرف. ليكي إذا عم تكذبي علي بموتك على الخالص، عم تفهمي؟ شبك، أنا حلفت لك وأنا شفت الصبح عم تركب بالسيارة. اسمعيني منيح، أنا عيني محمرة منك كتير، ديري بالك أصحك تغلطي معي. قلتلك من قبل سوزان، النار والبارود ما بينحطوا مع بعض أبدا. آخ منك يا رفيف، أكيد ضحك عليها عمران وأخدها. هلأ صار يلي صار خالتي، ومنيح راحوا سوا. محمود ما كان يفهم بقى، مجنون. غريب ما قالت لي أي شيء، مع إنها حاكتني وما جابت لي سيرة، يعني خبت عني. آخ هالحب رح يروحها لبنتي، رح يعذبها. يا رب مالي غيرك، ساعدني يا ربي، ساعدني بهالقصة. رفيف، رفيف بلاها الولدان اليوم. والله جد؟ ايه، لا بتحكي ولا بتسمعي ولا عندك صبر منوب، وكل شي بيصير بتفهمي غلط. قل لك شغلة، انت ما بتفرق شي عن هاللعبة اللي اشتريتيها، وبتسمحي للكل يتحكموا فيكي مثل ما بدهم. انت عم تشبهني باللعبة مو؟ هلا هيك صرت بنظرك انا ما هيك؟ أنا رح أقول لك شغلة كمان، أنا ما بصدق غير اللي بشوفه بعيوني وبسمعه بأدنيي، وعيوني وأدنيي شافوا وسمعوا وتأكدوا إنك واحد كذاب، بس لهلا ما عم بفهم أنت شو مشكلتك معي، يمكن إنك ما قدرت تعمل مني لعبة بإيدك. يا ربي عليك. ألو. حبيبتي رفيف، وينك أنت؟ شو عم تعملي يا بنتي؟ الوحدة ما بتخبر أمها شو صاير معها؟ أنا هلا بأزمير أمي. شو؟ كيف بأزمير؟ أمي رفيف، الاجتماع تبعك ما كان بأنقرة بنتي؟ آه؟ وعمران معك كمان؟ أمي منحكي بعدين. أوف، يعني مزبوط. رفيف، أنتي لازم ترجعي دغري، ركبي طيارة، باص أو أي شيء ورجعي على البيت. محمود دري إنك سافرتي مع عمران وجانن على الآخر.
طلع من هون معصب ويمكن صار على طريق أنقرة هلأ. وإذا بيدرى أنك رحتي على أزمير كمان، وقت الله بيعلم شو ممكن يعمل فيك هنيك. طيب أنتوا عملوا أي شيء لتلاهو محمود، دبروا حالكم شوي. ما بعرف شو عم تعمل عمران. عمران أنت شو فكر حالك عم تساوي؟ عم أمنعهم يوصلوا لنا ويعكروا علينا. حتى لو شو ما عملت عمران، أكيد ما رح نقدر نضل هون لآخر العمر، ما هيك؟ نحن عنا بيوت وبالأخير لازم نرجع لها. رفيف أنت إذا بدك نحن فينا نضل هون لآخر العمر. لك على شو بدك يعني تضل عايشة أنا وياك؟ ما أنت كل حياتك كذب بكذب. ليش أنت مالك عايشة بكذبة كبيرة هلأ؟ عم تكذبي على حالك وعلى أهلك كمان؟ عاملي حالك بتكرهيني وهذا هو قمة الكذب، كذب! لا! طلعي بعيوني منيح. أنت بتعرفيهم ما بيكذبوا، أنا صادق معك وبحياتي ما خبيت عنك شيء يلي بقلبي أكبر من أنه ينحكى هون. وانت بتعرفي منيح بس راكبه راسك وعم تبعدي عني بدون سبب. لانه شفت وشك الحقيقي وكشفت كذبك، وانت مكانك اللي كان بقلبي احترق. كذب لساته ليكو مزروع هون بنص قلبك. قد ما حاولتي تنكري انا بعرف انك بتحبيني. هذا الحكي كان زمان عمران، ما بنكر اني كنت ما قدرت اتنفس من دونك وكنت عايشه كرمالك، بس هلا كل شيء انتهى. استني، طلعي بعيوني، حطي عينك بعيني، لا تزيحي نظرك عني وقليلي إني أنا ما بحبك. احكي. بعد عني، تركني. رفيف بعد عني، تركني، تركني بحالي. خلاص ما عم تفهم، كل الحق عليك عمران، كل شي صار بسببك أنت، كل شي صار بسببك أنت. هدي حالك، خلص اهدي، كل الحق عليك. انتي هاد مكانك رفيف، مكانك جوات قلبي، انتي حياتي كلها وانا متأكد انك بتحبيني. صرتي أحسن. امشي يلا. اللي لوين؟ على مكان ما تقدري تعتبيني فيه. هالمكان مستحيل إنك تلاقيه. أنا ما عندي شي مستحيل. طمني. بكل أنقرة مو موجودين، احكي وينهم ديما. شو بيعرفني، بس ضروري تلاقيهم. رح الاقيهم اطمني، انت ما تاكلي هم ابدا. نتواجه. عن جد حقيرة، هن الاثنين احقر من بعض. الله يلعنكم. رد على التليفون، لك رد بقى رد. ما حدا فيكم بفش الخلق العمى يا. نعمت خانم، شكران خانم وحنان ما رح ينزلوا على العشاء، ومريم خانم قال مو حابة تتعشى.
بس ديما خانم قالت رح تنزل بعد شوي. مريم شكرا. الكل ينزل لتحت. من امتى صارت موضه بهالبيت ما تنزلوا تتعشوا كلكم سوا؟ كلكم اسمعوا شو عم اقول. طول ما انا وابوكم لساتنا عايشين كلكم بتنزلوا وقت العشاء وبتجتمعوا وبتقعدوا معنا على السفره. عم تسمعوني ستي؟ ليش ضايجه هالقد؟ يلا شرفوا انزلوا. يلي ما بده يحترم قانون البيت يتفضل يحمل شنطته ويطلع لبرا. يلا أمي ننزل بقى، أنا مو ناقصتني ستك. سوزان خانم؟ اي نعم. انا جلال، لقيت شنطاية حضرتك ولهيك اتصلت. كيف؟ عن جد عم تحكي؟ ايه خبروني الشرطة انه لقوها وانا رحت جبتها، جابوها لعندي يعني. بس مسروقين المصاري ومو صفيان غير الهوية. شكرا كتير لك يا جلال بيك، قلت مستحيل اني لاقيها، حتى كنت نازلة اقدم على بدل ضائع للهوية. الحمد لله التقيت وما عاد في لزوم لهالشي. صحيح بقدر شوفك بكرة؟ أنا كنت بيجي بعطيك إياها هلأ بس جيتي مو ظابطة بهذا الوقت، تعرفي مشانك مو حلوة. طبعاً طبعاً عندك حق، معناتها بكرة بحاكيكم نلتقي. تمام، ناطر اتصالك. يلا نهارك سعيد. لا قصدي تصبح على خير. تلاقي الخير. قال نهارك سعيد يا عيني عالزكا. كنت قلك العام وانتي بخير فرد مرة. دعم ما أزكاني. التقت شنطايتي خالي سلطانة. عليك عند رفيف ما؟ شو رأيك انتي؟ معقول العملة اللي عملتها؟ خالتي لا تخافي، إن شاء الله ما بيصير شي. كيف ما خاف؟ ما شفتي حالة محمود يا بنتي؟ إيه بس محمود مفكر إنهم بأنقرة هلأ، بيروح وما بيلاقيهم وبيرجع، ولو أتى رفيف بتكون رجعت. ما المصيبة بس ترجع رفيف، هذا اللي مخوفني. خالتي كوني مطمنة، محمود ما عاد مثل أيام زمان. أول ما تزوروا رفيف بطرف عينا بيخافوا بيصير مثل الأولاد. هذا وقت كان متأمل إنه رفيف تحبه، بس هلأ رفيف مع عمران. هي راحت معه بالسر وما خبرت حدا. بكرة بتشوفي محمود مستحيل يسكت ورح يقلب هالبيت لجهنم، خصوصي بس يعرف إنه مانا بأنقرة ونحن كذبنا عليه وما خبرناه إنه بأزمير. قلبي مو مرتاح يا سوزان، الله يجيرنا. رفيف خانم بأزمير، سمعت سلطانة خانم هي وعم تحكي. أنا رح فرجيكم يا كلاب، عم تكذبوا علي؟ عمران ما؟ أكيد لا. عمران معقول يتصل فيني؟ يعقوب كمان ما اتصل.
شو بكي انتي وياها لتضغطوا على زواجكم كل هالقد؟ ايه بالاخير الرجال مرجوع على بيته. الجماعة طلعوا بأزمير، ضحكوا علينا، أنا رايح لهنيك. هي أمي، ما رديت انشغل بالها، وبعتت رسالة. بس تحكيها سلميلي عليها. دايما أنا شبعت. بس ما خلصنا العشاء مريم. بكفي أمي خلصنا، لا تبهدلينا وكأننا أولاد. مو شايف الكلمة متضايق ومتوتر؟ عادي معناتها لشوف، مدام الكلمة متضايقين لازم يكون ايد وحدة، لا تخلوني عصب وبلش فيكن. ها ايه ايه امي، انت سكتي ولا تحكي ولا كلمة. اسمعي يا بنت، يلي قدامك هي امك، لهيك المفروض تلزمي حدودك. اذا اللي قاله يعقوب طلع مزبوط، واذا فعلا كرم هو اللي عمل هديك العملة، بيكون الذنب ذنبك. لك انت سمعان الحكي اللي عم تحكيه يا بنت؟ ايه امي، انت اللي عطيتي الامل لابني واستغليتي اهتمامه واعجابه برفيف. قلت لك لا تعملي هيك، كرم لساته صغير بس ما سمعتيني. يعني اللي صار بكرم واللي عم بيصير فينا كل هاد بسببك انت. لهيك لا تتصرفي هلا وكانك مالك عامله شيء. انت ملاحظة؟ كأنه كل البيت مكركب مو هيك؟ شايفة شو مزعوجين؟ شي بزعل والله. شو اللي بزعل يعني؟ هن من بقية عيلتك؟ ما انت شفتي بعينك آخر شي طلعوا كلهم بيكذبوا على بعضهم. غصون طردينا من الحكي وخليكي بشغلك. ليش شو حكيت يعني؟ كل اللي قلته انه الوضع مكركب. ليكي بس في شي مو مفهوم. أمه ليعقوب لهلأ ما عرفنا مين هي. انت شو بدك بهالحكي؟ لا تكوني حشرية يا بنت. ما عندك فضول أبداً خالتي أسيل؟ بس أنا برأيي نعمة خانم ما رح تتركهم بهالبيت كتير ليعقوب، وشكراً ديما كمان رح تمشي. وهي شفتي عمران بيك راح هو ورفيف على أنقرة وما سأل على حدا. والله إذا ما سكتتي أنتي اللي رح تمشي من هون. المفروض تصدقي حكي، القعدة تبع مبارح مو أنا مخطط لها. يعني ما رحت مع ديما لهنيك، فجأة ديما وفتون إجوا على المطعم وما قدرت أعمل شي. أي فهمت. أكيد صدقتيني. رفيف، بعد ما أنت اختفيتي ما بتتخيلي الضياع اللي عشته، ولما فقدت الأمل إني لاقيكي
صارت حالتي أسوأ، ما عدت رحت على البيت، ولادي كبروا بلا أب، ما قدرت تكون معهم بهديك الفترة. والحقيقة ديما هي اللي ربتهم وكانت أمهم وأبوهم، ما فينا ننكر. ديما رافقتهم بأول خطواتهم رفيف، وهي فرغت حالها بس إلن. أنا وعم دور عليكي كنت نسيان كل شيء. وقت بابا إجا وقال لي لازم توقف على حيلك مشان أولادك، فتح لي عيوني، وكرمال مستقبل الأولاد تزوجت من المرة اللي دارت بالها عليه. بس أنا فهمت ديما من الأول إنه نحن أبداً ما رح نكون رجال ومرته ولا مرة، وفعلاً هذا اللي صار. قلبي وعقلي كمان مشغولين فيكي، وأنا ما عندي أي فكرة كيف فيني يكون مع مرة غيرك رفيف. أنا مستحيل أقدر ألمسها لديما. مراد عم ينادي لأمي يا عمران. هالشي بديهي رفيف، بس هلأ بلش يكبر ونحن فهمنا الحقيقة. عمران، أنا بكل ليلة كنت فيها وحيدة وبعيدة، وبكل مرة كنت حط فيها راسي على المخدة فكر فيكم. بمراد وفيك كنت أقول شو عم بيعمل عمران بغيابي، كيف مدبر أموره بلاي. مراد ابني بلش يمشي هلأ، يا ترى بلش يحكي مين بيكون عم بيطعمي ومين عم بيشربه ومين هلأ عم بيلعبه. يمكن هلأ مراد مريض أو عليه حرارة، عمران كيف عم بيقدر يهتم فيه؟ مستحيل تتخيل عمران وضعي وقتها، ما كان سهل ابنه. أصعب شيء إنك تعيش بالأوهام. شيء واحد اللي خلاني واقفة على رجلي، أمل إني أرجع لحياتي وعائلتي، إني ضم مراد لقلبي ونكون عائلة سعيدة. رفيف صار ضايع من حياتنا سنين كثيرة، بلا ما نضيع مستقبلنا. حنان، ما تأخذيني، بدي أسألك سؤال. تفضلي. سليم ما رجع لهلأ وانشغل بالي وبيعصب إذا سألته، قال لك وين رايح؟ أسيل، أنت شايفتيني رفيقة سليم شي؟ مو القصد، أنا عم بسأل لأنه أنتوا بتشتغلوا سوا. لعلمك نحن ما منشتغل سوا، سليم بيشتغل عندي بالشركة، فهمي هالنقطة منيح بالأول. أنا اليوم سلمته شغل ويمكن عم يشتغل فيه، مشان هيك تأخر. آخ يا سليم، ظلمت للبنت على الفاضي.
مستحيل ضل ناطرة، أنا طالع أدور على يعقوب. أمي استني، شو هالحكي الفاضي هاد؟ وين بدك تدوري بنصاص الليالي؟ طولي بالك. شكراً، من كل عقلك طالع تدوري علي لحالك بهالوقت؟ شوفي قديش صارت ساعة ولهلا ما رجع. اهدي بقى، ليش كل هالجنان؟ يعقوب بس يروق أكيد رح يرجع. شبكي؟ إيه بس طبعاً ما بتقدري ما تعملي فضايح بآخر هالليل. هو مانو ابن بطنك، ما رح تقلقي عليه. اهدي وروقي يا ست نعمت، كل مرة هيك بقول لحالي حتى ما انفجر، بس هلأ عن جد ما عاد فيني اتحمل. انتي بدال ما تحكي هالحكي وتتفصحني علي، قليلي من وين دريتي انه انا مو امه ليعقوب؟ هاتي لشوف. يلا حكيلي. هلأ هذا هو همك؟ يعقوب عرف ومشي الحال، هذا هو المهم وبس. انتي فكرتيني غبية شكراً؟ مبين انك انتي سمعتي القصة بالاول من شي حدا وبعدين رحتي حكيتي له اياها وعبيتي له راسه، وقت حضرته اجا عيط وكسر ومشي. فهميني شو هدفك انتي؟ شو غايتك؟ انه تعملي مشاكل وتشعلي نار ببيتنا؟ بكفي ستي لو سمحتي. متأكدة انك راس الحية وانه من وراك المصايب كلها. انا بعرفك منيح يا شكران، وقت يرجع جوزك عالبيت المفروض حضرتك تهديه، مو تضلي عم تعبي براسه وتقويه. حاجتي هز بدن، رح اطلع وارتاح. كانت لحظة مميزة، الحبكة كانت كتير مقنعة، فيلم بيستاهل ينحضر. رفيف، أنت منيحة؟ عمران. رفيف؟ رفيف، أنت مالك منيحة، خليني أخذك على المستشفى. عمران برجع الأوتيل أحسن ما أروح على المشفى. رفيف لا تعندي، يلا تعي. عمران قوم حرزة ما بدها. ماشي يلا استندي علي. عمران قولي، أنا جنبك. أنا تعذبت كتير والله. بعرف بعرف، ولا لا لساتني عم تعذب. أنا جنبك دائما، لا تخافي. بغيابك كنت بكفي، خلاص لا تتعبي حالك، نامي يا عمري نامي.
يا ريت نرجع مثل قبل. شو صار لهي كمان هلا؟ اف الله يلعن هالحظ، هذا اللي كان ناقصني، حظ زفت. لك حتى التاكسي ما بتمرق من هون. اف نعم ديما. شو صار معك؟ انا ما قدرت نام لوش الصبح. طمني، لقيتهم؟ ايه هنن باوتيل بازمير، وقدرت اعرف اسم الاوتيل، بس سيارتي تعطلت وما عم تشتغل. محمود ما تجنني بهالحكي، لازم تروح لعندهم بسرعه بلا حجاج. انت عم تفهم محمود؟ لك ديما سكري تمك وحشت تفزلكي بقى، انا كمان مثلك محروق. لا تعلميني شغلي. خلص ارتاحي، انا رح اوصل لهم وحاسبه لجوزك. صباح الخير. صباح النور. معقول هيك نايم؟ بتكون تشنجت رقبتك يا روحي. أنا منيح، نمت أحلى نومي بكل حياتي. طمنيني كيف صرتي؟ أنت كتير عنيدة، ما قبلتي تروحي على المشفى. والله كل الدكاترة ما رح يقدروا يعملوا لي شي. متأكدة؟ ما عم تتوجعي أبداً؟ أخذت الدواء وهلأ مو متضايقة بنوم. فهمت عليك، معناتها أنا رح كون المسؤول عنك من اليوم. مازال صرتي منيحة، بدي تجهزي حالك لنروح على شي محل. شو رأيك إنه نروح بغير وقت؟ ليش؟ عندي حكي كتير أحكي لك يا، أنا مو حابة نطلع هلأ. بعرف قديش كان وقت صعب، بعرف، وعندي فضول أعرف كل شيء، بس أنا مو حابب ضايقك بهالسيرة أبداً، مو ناقصك تعب أكتر. أنتي إمتى ما بتحسي حالك منيحة بتحكي لي، ماشي؟ لكن يلا جهزي حالك، كوني جاهزة بعد 10 دقايق. شو عم تحكي؟ أنا مستحيل لحق أجهز. مثل ما بدك، تلت ساعة وبتكوني جاهزة. أمي، يا الله على هالنسوة، كيف ما دقيت لها؟ ألو. مرحبا أمي. ها رفيف، شغلتي بالي ليش تليفونك مسكر من مبارح وما دقيتي؟ أمي شبكي؟ لا تقلقي أنا منيحة. يعني كيف ما اقلق؟ محمود لهلأ ما رجع، أكيد هو لاحقك. حطي عقلك براسك ورجعي على البيت. خلص ماشي، راجع يا أمي، بس ما بدك لها التعصيب. خلص راجع، ما بتأخر. ما رح يصير لي شي أبدا، لا تخافي. كل شوي بطمنك. اتفقنا، يلا بشوفك.
بدي شوف بابا. هو هلأ فاق، بتشوفيه بعد شوي بس ينزل لتحت. بدي صبح عليه. مريم بنتي. نعم. أنا فهمانتك والله وبعرف شو حاسة، يعني عندي ولاد وبعرف إنه الضنا غالي كتير، أنا كمان قلبي محروق.